من جديد أهلا بكم أينما حللتم وكنتم، ومع فقرتنا الأولى قافلة لدعم فرنسية لدعم مواطني قطاع غزة. وفي هذه الفقرة بسعدنا أن نرحب بعصام أبو عمرة المنسق الإعلامي لمؤسسة بركة سيتي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. قافلة فرنسية لدعم مواطني قطاع غزة، لو تحدثنا بدا عن ما حملته هذه القافلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية حملت هذه القافلة أولا رسالة محبة من أجيالها المسلمة في فرنسا، تقول لغزة نحن معكم ولسنا متخليين عن هذا العبء الذي ظن الآخرون أنه عبء ضدهم، ولكن هو عبء يقودنا إلى الجنة إن شاء الله. هي هموم الشعب الفلسطيني، هي هموم فرنسا من أجيالها المسلمة. أرسلت قافلة عبارة عن 11 شاحنة، جهزت معظمها في الخارج، وبالداخل تم تجهيز بقية الاحتياجات. ال11 شاحنة محملة بمعدات طبية. إذا تحدثنا عن التصنيف نتحدث عن سلال غذائية تكفي ل400 أسرة على الأقل، وهي المرحلة الأولى. إذا تحدثنا عن وسائل التدفئة، حرمات وبطاطين والحفات، تقريبا برضو 350 أسرة سيغطيهم هذا الأمر. بما يخص المعدات الطبية، جلبنا معدات وأجهزة طبية لخمس مستشفيات بخلاف العيادات والمؤسسات الخارجية. كمان لدينا ووكرات، كراسي متحركة، أسرة كهربائية، أسرة كشف، أجهزة تحليل أو تصوير تلفزيوني CBS، وبالإضافة كمان أجهزة جراحة الأسنان. يعني هي بداية ونواة لما هو قادم. وطبعا هذه مش القافلة الأولى، يعني أنا بأكد أنها مش القافلة الأولى. هذه القافلة رقم 2، الأولى دخلت تقريبا قبل 8 شهور، والآن هذه القافلة رقم 2، وسيليها إن شاء الله أرقام أخرى. القافلة وصلت بالكامل ووزع كل من في القافلة، أم أنه الأمر قيد يعني التوزيع وقيد أيضا التقديم؟ القافلة وصلت وحطت في غزة داخل مخازن مؤسسة بركة سيتي، جرى توزيع بعض المؤسسة بعض المعدات على بعض المستشفيات، وجار استكمال. يعني في هذه اللحظة اللي احنا بنجري في هذا البرنامج، طواقم العمل على الأرض بتقدم بقية المساعدة. عملية دخول القافلة، يعني نعلم نحن في يعني في أوج الحصار، وهناك أيضا صعوبات كبيرة تواجه موضوع دخول القافلات لغزة. كيف دخلت القافلة وكيف كانت عملية دخولها؟ يعني هذه القافلة دخلت بمعاناة وصعوبة كبيرة جدا، حيث استمر موضوع الترخيص والتجهيز لها أكثر من 6 شهور. كنا نتحدث عن المعبر المصري، لكن المعبر المصري مغلق بقرار سياسي سيادي مصري، لا نستطيع أن نضغط بهذا الاتجاه. إذا تحدثنا عن الجانب الآخر، نتحدث عن حاجز إيرز، برضو بنخضع لرقابة صهيونية، رقابة دولية، صعب دخولها. فكان التوجه أنه إخواننا في فرنسا كلفوا، طبعا ممثلة بأخونا الشيخ إدريس حميدي، كلف رئيس مكتب فلسطين الأخ رامي أبو سلطان بالتوجه مباشرة إلى الضفة الغربية. توجهنا إلى الضفة الغربية وبدأت رسائل العمل الإغاثي. نحن لسنا مع ولسنا ضد، نحن إطار غير مسيس في العمل الإغاثي، أخذنا على عاتقنا المصالحة الإنسانية، نتصالح إنسانيا من أجل فلسطين، وهو الشعار الأكبر. فهذا الأمر وجد صدى في غزة ووجد صدى في الضفة. انطلقت كل الأطراف بقيادة أخونا رامي أبو سلطان لحل هذه الأزمة، واستطعنا بعد شهور من المعاناة الحصول على ترخيص لدخول القافلة بعد تجهيزها. طبعا دخلت بعد التأكد من جودة المعدات الطبية ومن تاريخ صلاحية كل المعدات الداخلة بها والمواد الإغاثية الموجودة. تحدثت عن أنه هذه لم تكن القافلة الأولى، بل هي القافلة الثانية. نعم. هل نفهم أن هناك أيضا قوافل ستكون ملحقة بهذه أو استكمالية لهذه القافلة؟ هناك شعار أطلقه الشيخ إدريس حميدي وأصر عليه الأخ رامي أبو سلطان واتفقت عليه كل طواقم العمل، أننا ما دام في صدورنا النفس يتردد ستظل قوافلنا مستمرة إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. عصام، السيد عصام، استقبال الناس يعني أنا أرى في الصور توزيعكم للكراسي على الأطفال المعاقين أو على المعاقين بشكل عام، تعاطي الناس معكم واستقبالهم لهذه التبرعات ولهذا الدعم من هذه القافلة. الأهالي طبعا مقرين ويعلمون جيدا أن هذه القافلة أتت إليهم. أولا القافلة لم تشكل بناء على رغبتنا نحن، يعني نحن استقرأنا احتياجات المواطن واحتياجات المؤسسات في غزة، أخذنا منهم كشوفات الاحتياجات، يعني كل شيء
يعني كل شيء داخل القافلة له عنوان لشخص سيصل إليه هذا الأمر، لأنه بناء على طلبه وبناء على احتياجه. إذا تحدثنا عن قوافل الإغاثة منذ نشأة بركة سيتي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، أكثر من 40,000 أسرة استفادت من برامجنا حتى الآن. وإحنا عندنا رؤية أنه يجب أن تصل مساعدتنا إلى كل بيت فلسطيني طالما يحمل الهوية الفلسطينية، ونحن كلنا رهائن حصار اقتصادي وسياسي وأمني. تصل مساعدتنا إلى كل منزل، نحفظ ماء وجه المواطن الفلسطيني، نعفيه من الوقوف في الطوابير، نأتيه نحن إليه لأن هذا واجبنا. جميل. ما القيمة التي يمكن أن تضيفها هذه القافلة؟ مش بالشق المعنوي بقدر المادي بقدر المعنوي، أنها تأتي اليوم من فرنسا وتأتي أيضا من الجارية الفرنسية من فرنسا إلى قطاع غزة. لا يخفى على أحد على مستوى العالم العربي والأوروبي أنه قطاع غزة اليوم يخسر من أرواح أبنائه بسبب المعيقات في سفر المرضى للخارج الكثير من الأرواح حصدت في هذا الأمر. لم يبقى أمام المواطن وهو الباب الوحيد الذي يغلق باب اللجوء إلى الله عز وجل. قلناها ونقولها أن المواطن في غزة صرخ قال يا رب، فتردد الصدى صوته لدى الجالية المسلمة في فرنسا، فأخذت على عاتقها أن قالت لبيك يا غزة. هذه الأدوية وهذه المعدات هي احتياج كل مواطن. نحن نريد أن نكسر الحصار على قطاع غزة من الجانب الإنساني، الجانب السياسي والجانب الأمني والجانب العسكري له رجاله وله قنواته، لكن العمل الإغاثي هو الرئة الحقيقية التي يتنفس من المجتمع الفلسطيني في ظل هذا الحصار الخانق. المواطن لا ذنب له فيما يجري، لا ذنب له في معادلات السياسة المختلفة. مؤسسة بركة سيتي أخذت على عاتقها هذا الأمر، ليس لأنها أفضل المؤسسات، ولكنها فهمت الرسالة الحقيقية من هذا الشعب. المواطن يحتاج، إذا ونحن لدينا القدرة على أن نقدم له ما يحتاج، لماذا لا نقدم؟ كان هذا رأي فرنسا ورأي الإخوة في مؤسسة بركة سيتي. جميل. الإخوة اللي مشردين الآن في المدارس ولا اللاجئين، هل أيضا من حملات معينة ستستهدفهم من خلال بركة سيتي ومن خلال كل هذا الجهد؟ إحنا على مدار 52 يوم في الحرب، إحنا كنا على مدار الساعة موجودين بين المواطنين، نعيش الحال التي يعيشها داخل المؤسسات أو داخل البيوت المهدمة أو داخل مراكز الإيواء. قدمنا على مدار 20 يوم متواصلة وجبات غذائية، كنا بشكل يومي نقدم آلاف الوجبات للمعوزين داخل المراكز وللمصابين داخل المستشفيات وفق الرؤية الطبية لكل مستشفى. وهذا الأمر لم يغلق هذا الملف، ولكن بدأنا نرتب أوراقنا باتجاهه فيما يخص أصحاب الاحتياجات الذين لا يجد له بيوت، فيما يخص أصحاب البيوت المدمرة جزئيا، فيما يخص أصحاب البيوت المدمرة كليا. كل فئة أصبح لديها برنامج خاص بنا، ننطلق باسمهم جميعا، لا لنحملهم يعني عبء أنه نحن نمثلكم فبالتالي عليكم أن تلتزموا بما نقول، لكن لأن هذه أمانة أن تحمل مسؤولية المحتاجين داخل قطاع غزة، أن تبحث عما يحتاجونه بكل الوسائل. وبالتأكيد هي أمانة عالية جدا، وخاصة لفئات المجتمعات التي هي باحتياج لهذا الدعم بدأت تتوسع شيئا فشيئا مع زيادة وتيرة الحصار. كل الشكر والتقدير صام أبو عمرو المنسق الإعلامي لمؤسسة بركة سيتي، شكرا جزيلا على كل هذه الجهود. حياكم الله.